بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع إن شاء الله تعالى أي كلمة دينا كذلك دونا حنقنا يا التوبة النصوح، توبة لو ما جعبا التوبة النصوح. كلمة داس إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبريا إنه إن متغنى إنه جو أنفعه أنا جاي إذن كده ما أنتين بيدوثك كلاين متغنى كفى إذا سندونا بقى إن متغنى إلهي كو أنفعه محي إلهي التوبة مركلة لي يهي وأركي دون تنسي ذا إنه معنى إنه وحو يقفكي أو أنتو دين بيقالي دين بيقي دين بيقصور نقضي وإلهي سبحانه وتعالى أنتو مركلة كو عاسي قروبي دبن إلهي شيس لقالي وكسر نقضيقه وحي أو سمية إيا قلت كده. علماء اللغة مركي تعريفين يعني كلمة التوبة وحي لهذان وحي لهذا تاب إلى الله توبا ومتابا، إلهي بو معناها أصو نقضي النغشو بمعنى رجع المعصية معصية بو كسر نقضي وحك لي وهو تائب واستغنى توقف كي متغنى أصو نقضي وتاب الله عليه وهو تواب على عباده، إلهي با كتب أقبل مركا إلهي وامد توبتك أقبل أضمدس. واستدابه أي سأله أن يتوب، قال ابن منظور وحري التوبة الرجوع عن الذنب، توبة وحويا ذنب جي الله جنغل وحل يهذا وتاب الله يتوب توبا وتوبة ومتابا، أي أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة. وتاب الله عليه أي وفقه له، إله بوافق يسدي حقه. ورجل تواب أي تائب إلى الله، والله تواب إلهنا والتواب أي يتوب على عبده. في الحديث وحكو سكنا التوبة الندم، توبة وحويا مرقو قف قلت كوكالي كبرقو. والتوبة ينبغي أن تكون نصوحا، توبة وحهو معنى در الله هرانا إني نصوح نقطه، والنصوح وامحي وهو توثيق العزم على ألا يعود على الذنب مرة أخرى. قفكو إنو الذنب يجو أنكو قالو ذنب يجو كتوبت كيني إنو أنا مرضا بيكونه. عبد الله بن عباس وحيلي رضي الله تعالى عنهما التوبة النصوح الندم بالقلب، قفكي أو قلبك كمرغوذ، والاستغفار باللسان سواء عربك إلهي الدين بداف كويدس، والإقلاع بالبدن معناها إنه قفك الذنب كسوفقه وكتشكسده، والإصرار على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. أفرت أسوك فصيلة توبة النصوح حنا وحويان إنه قفك مركه هراء قلبك كم رغوده، إنه عرب كيس استغفار إلهي ويدسته، إنه الذنب كتشيه، إنه متغانا قوان كقارو إنه مرضا بأو كنه. مركه الذنب قال لك توبة كين يواصد حنوع مذ وحويان ترك واجب، إنه قفك شيء إلهي كواجبيه كتقه، صلاة دي بكتقه، سكة دي بكتقه، صون كي بكتقه، حج كي كواجب بكتقه، والد كي أو أباهن إنه رقاليه أو حبه متخنه ديعي، بناكي بطاك فريوهي، وهكذا
wanaagii buu qofkii mataqaanaa muxuu ahaa waajibkii ilaahay saaray buu ka tegey. Ka labaad waxa weeyaan inuu wax ilaahay ka xaaraameeyey qofka uu faraha la galo, waxyaalihii xaaraanta ahaa sida zinadii, khamrigii, iyo mataqaanaa tuugadii, iyo beentii, iyo laaluushkii, iyo khiyaamadii, iyo adeelkul, wax xaaraana buu faraha la galo. Ka saddexaadna waxa weeyaan dadka kale oo dembi ka galo, qof bini aadam oo xoolihiis dhacay, qof bini aadam oo wax mataqaanaa nabar u geystay, qof bini aadam oo caayay, oo xantay, dhibaato u geystay, wahaakada macnaha iyadana waxa weeye qofka kale dembi ka galo. Marka waxa weeyaan inuu qofku shay ilaahay xaaraameeyey oo mataqaanaa faraha la galo, iyo wixii ilaahay waajibiyey inuu sameyn waayo, iyo inuu bini aadamkii makhluuqaadkii dhibaato u geysto, saddexaas bay mataqaanaa toobada iyo culimmada mataqaanaa ku sheegay. Haddaynu marka soo qaadanno bacd alaayaat alatii taxudu cala tawba, aayadaha inagu boorinaya towbada xogaha macnaha guudmar aynu guudmarno, ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun. ilaahay wuxuu ina leeyahay dadkii mu'miniinta ah buu la hadlaya, watuubuu ila allaahi jamiican, dadkii mu'miniinta ah haddaad tihiin ilaahay u toobad keena. marka lacallakum tuflixuun waa liibaanaysana marka, marka toobada waa saa sheegayna, yacni dembiyadii qofku uu galay oo ah cibaadadii ilaahay ku farad yeelay oo ka tegey, ama waxyaalihii ilaahay ka xaaraameeyey oo faraha la galay, ama makhluuqaadkii ilaahay oo dhibaato u geystay, intaasoo dhan baa ilaahay lee ka soo noqda, marka waa liibaanaysa mu'miniin haddaad tihiin. waxaa ilaahay yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxa, asaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxti annahaar yowma laa yukhzi llaahu annabiya waladiina aamanuu macah ila aakhir aayat. dadkii mu'miniinta ilaahay la hadlay wuxuu leeyay dadkii mu'miniinta ah towbad keena, macnaha alla u soo noqda noqosho dhab ah, macnaha qaladkaa samayseen. waa intaan soo sheegnay saddexdii arrimood, mid kastaba ha noqoto qaladaadkii idinka dhacay oo ah waajibaadkii aad dayacdeen ka soo noqdo, ka toobad keeno waajibaadkii la imaada. waxyaalihii xaaraanta ilaahay idinka xaaraameeyey samayseen ka toobad keena, oo wixii mataqaanaa muxuu ahay ha u noqonin toojiya dibna ha ugu noqonin, iyo haddii alla ku run yahay makhluuqaadkana ammaan siiya, dadka kale jidhkooda iyo xoolahooda iyo cirdigoodabaad badbaadiya, dadka xoolahooda ha ka xadina, ha khiyaamaynina, ha dhicina, ha boobina, haddii alla ku run yahay xamanina, ha sharaftooda waxba ha u dhimana, dadkana badbaadiya, dadkana ammaan ha idinka helin, isla markaasna wixii ilaahay idinka xaaraameeyeyna faraa kala qaad. marka wixii ilaahay idinku waajibiyey la kaalaya, wixii ilaahay idinka xaaraameeyeyna ka joogsada, makhluuqaadkii ilaahayna badbaadiya, aynkaasi marka toobadii nasuuxa ahayd ay noqonaysaa. marka saa yeeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ummad dembigiinu dhaafaya, jannaadkin tajrii min taxti annahaar buu ilaahay idin gelinaya, nebi iyo ilaahay baa meel kala soo baxaysaan. qof kastaa socaynkaa ma rabo. haa, waxa kaloo ilaahay yidhi, uma ina rabbaka liladiina camiluu suua bijahaalatin uma taabuu min bacdi dalika waaslaxuu ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala marka kadib marka aayada hore ka soo sheekay dad dembi galay, kuwii muxuu taqaanaa xumaanta sameeyey iyagoo xaalatuljahli ku jira, dabeedna ilaahay u toobad keenay oo wixii ay kharibeen hagaajiyey, rabbigaa wuu u dembi dhaafayaa oo u naxariisanaya. halkaa iyadana waa ballanqaad wanaagsan, haddii qaladaad kaa dhacaan, haddii aad waajibaad ka tagtay, haddaad waxyaal xaaraana samaysay, haddaad mataqaanaa dhibaatooyin aan loo baahnay faraa la gashay, markaad ilaahay u soo noqotay u toobad keento, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaa dhaafaya. wuxuu kaloo ilaahay yidhi, wa an istakfiruu rabbakum tuma tuubuu ilayh yumatickum mataacan xasana. dadkii mataqaan dad yahow rabbigiin u dembi dhaaf weydiista, marka kadibna toobad u toobad keena, marka ilaahay nolol wanaagsan buu aakhiriya adduunba idinku nooleynayaa. waa ballanqaad ilaahay oo run ah. wuxuu kaloo ilaahay yidhi, innama atawbatu cala allah liladiina yacmaluuna assuua bijahaala uma yatubuna min qariib. dadka toobadda ilaahay uu ka toobad aqbalaya waa kuwa mataqaanaa muxuu ahaa haddii alla ku run yahay markay dembiga galaan ilaa iyo intay dhimanayaan aan la sugaynine toobad keena, oo markaa haddii alla ku run yahay degdeg uga soo noqdo dembigii ay galeen. yaa kuwa caynkaasa
إلهي وحلف فأولئك يتوب الله عليهم إلهي وكتب أقبلي وكان الله عليما حكيما إلهي وامد علمي بدن حكمة بدن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفر معها كوة توبة لقى أقبلي كوة سيدي دنبقى أقول شران مركا نفط قبت أي الكاد وانت تاغنت هاي إلى هذا اللهم إني أتوب إليك يكو ينقطع على هاي مركا نفط قبت إلى هذا هدا أنه مسلمين لبدا منا لقى أقبل ماي وتوبة دي فرعون حتى إذا جاء الغرق قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار مركا أو نفط قبت بدي غرق سي أي إلى هدا أن توبت كيني لكن وحل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما هذا توبتك يا نساء أدقوا إلهني ما شاكتي وربني ما شاكتي ووحد أكتسمي يا هذا مركي أي نفتك قبتها توبتك يا نساء تا لقى أقبلي معي لقى أقبلي معي بالي مركي إيادنا توبت عينك هاسا نفت مركي قفك هيسو لقى أقبلي معي إيادنا حقا دمينك سو شاكدونا واختياله أن توبت الأقبل وحى إلهي لي سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قفك نفتي صد متغن عمل حن سميي أما نفتي صد ظلمي إلهي مركو أطوبت كينا إلهي سبحانه وتعالى وحى إلهي إنه يمد غفورا رحيما ودن بلافي وحكى له إلهي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كو أنتي قريين إلهي سودك دينت إلهي بقريين يقول علماء أي حقي قريين ودادكي إني أشيغان وحي إلهي كواجبيي إيا وحي إلهي كحاراميي أيه متغانا هدا سيشئي واي دادكي حارانتي فراكو لجرة أيه أولا وايان أدر وحن وحاراني جوج دادكي واجباتكي كتغي أيه أولا واي ورسلادتكو ورسون كالصون وحوراك ساقذ كبحي والمساكين تنقالي والمساجر دادكي بخير كواجيغي واي حمانتي نواكعي لنواي منكر كبير هيبي واي معروف كنا وافري واي سيدا ما أنت عالم ككتاغن والأقلية هذه محاكو لحق لي تذكى حرية دوذة سي حرية دوذة قف كيبا أكتاد حمانكو سمينية مركز سهل الأقلية هاي حرية دي سقفك سي دي اسكلاف محا أساقي إله باكا حساب تمي هذا قو اسكتو كو اسكتو نوعينكا ومشكلة ما أنت عالم كأي رجل بيتكو إن برين غربي إن برين ولما دام للي حرية الأديان باكرتا للي هي هذه على كورة هي قف وحو دون حرية دي ساكو سمية يا الله لحظة إلهي مركب وحو للي هي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى كو قرينية دينتي أن سودتشني يعظيمه يهنونك من بعد ما بيناه للناس مركب دادك وعديني دادك أشيق وهي قرينية يا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كوا إلهي باللعنة ضيع وحكى للعذنية ملائكتي هي مخلوقات كيس كلا يا لعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا كوا أنت وحي كتبت كينان ومتغن وحي حمايين هجاتي وحقي عديي كوا سيجا ودم بدافع إلهي سينا وكتبه تانا مركب وحقو مسألة خطرة وما أنت لأن يرد ما أنت شوكتا يدك متغن متعلمين تاء أفكارتي غربية أنت نقفها فتي قف ولبا أو كحشون يا إنه متغنى إلى هذا كبرنا قمد حقا ونا ولا لي مد حق رسو إنك ألك خمر وكعبي ورولا لي خمر أسكت قال لا لها اللي مايو مسلم ولا ألك أوي أو صوماليو أسكرنا إسا مركز أنا أورن كرينين ذات كمان أنت واحد لقي إنا أورن كرينين كبر يا هاي ولا الإسحجاب إسلام ككفرية ورنيه واحد أسكت ده عبي سو أسكت وروحنا متخيلنا محوها هبك على الحيران يسوع هبك على درك أقاذن يسوع شارك عكم أبناني إسكت شوش بنت وحلا جاري إن إرجع بعد أورانك بركة سوق بنيا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله سبحان الله ويلعنهم اللاعنون كوا إلهي إيه ملائكتي إيه مخلوقات كلهم بالعنضي وحلق السورة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا كوي توبة كيني مويان ووحي حميين كخر مهاجاتي مويان وحق قريان موتي مويان يا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كوا إلهي وحي وكتوبة قبلي مركب مسألة أيدنا بالسفي عن مسكح ذي النهوقش إلهي وحي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه إن الله الغفور الرحيم آيات داس إيدنا وحي وديرين إيسا إن هذا التوبة كعاجس وأنا تكقوصني رحمة إلهي دمبك استهدي أدقشه إلهي سبحانه وتعالى وحبكما أها إنه متغنى محوها كوسام كسامحه كذات كتوبت كنت يا مركا آيات ودقرنز وحي كسو دكتي لمن مشركين عربيض وما كتشوغا مركي نبقى هذا الكيس معانا إيه توحيد كي عقيدون أكسن فافين إيه مغلين أي إلى هذين وحي إلى هذين يا محمد إن الذي تقول لحسن هذا الكناد نلا وهذا الوناكسن ولكننا ها أشركنا بالله عبدنا غير الله وقتلنا وأخذنا أموال الناس بغير حق كيف تقبل توبتنا تبين إلهي باك سودك شيء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم إلهي بالوحد كنت إلى هذا لمن يهو هذا يقول كنت أدي أضوما ذي متغانا نفتو ذك وحد قد بلو رحمة إلهي كقوصننا إلهي الدبي كستوو لافا وغفور الرحيم وحكى إلهي لي سو كشيكين يا عباد الرحمن كان من كلا يلاذ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم بلو في لسو غادريا لمن كان يقع وعباد الرحمن كأو حويان بالي ونمن أن إلهي مويان عدك لبريد عدك لنا معابودا عدك لنا عماء ومهور صدا مركي بريو تميان ووحان ألم مويان أضمود كرين أباهيهين يا فلان يا رسول الله يا شيخ بل يا شيخ فلان ميلا هذا نقام عرك ومتاقان أقحان جد أولي هذا ما بريان هي مخلوقات كيا ألك لي بريان ألك لي عابودا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نف حق ذا الرأي كد لأن ما تشرته قف هدي ديليان وقف متيستين لديله ويقول لي بأي ديلك لين لأنه واحد جاء قف ديلك متيستي لكن أدوه أنا الحق ولا هين أدش على سبيل المثال ما كان محينا هاي ما قال إنه شوقنا قف كواحد ديلا خصاص بقى لولا يسمعها قصاصتي يا فلني دولة ده فلني سمي الشعب كفلني قلت له هذا ما دام إلى هاي نكن ديلك يسواجبي أنا ديليا تبغى غلطت ما ديلك كرت قف كديليا ودولة دي مش هكذا سنين هذا ديلي ويدنا هذا أيادين بكرة لكن أدوك شقكم عليه مرك ولا يقتل نفس حرمت الله بالحق ولا يزنون أنا أنزني سنين بالي مرك وحويان إلهي غيرك مع عبودان من ربريان نفنا حق دركم الديلان وعباد الرحمنك من الزنيستان لكن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قفك عين كاسمية يا وحل لك كل مية دم بيبو لك كل مية قفك معناها دي على كورن يا إله الشرك أسمية أما ضدك حق ترى كلاية أما الزنيستة دم بيوين بو قلي يضاعف له العذاب يوم القيامة عذاب كالله الله من الجبارية ويخلد فيه مهانة فيه مهانة آخره أيو متغن لغو وارن يا نار تعذابك إلهي أسقو مهانة حقيرة إلا الذين تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا قفك توبت كاني عمل صالح ليمي كوا مويان فأولئك يبدل الله سيئات بحسنات حسنات كودي سيئات كودي بحسنات لو بدلية يا إلهي بابا مرك أي توبت كاني قلت كي سمائيين بحسنات باللو قرية إنه الغفور الرحيم أنت أدين كسوق هذا إنه بعض الآيات وكهلا يستوى بده، بل هذا يمكن واحد يوجد بينه بعض الأحاديث وإياه ونتوى بده كهلا. أحاديث التوبة كسوق أروري
waxaa ka mid a xadiiska imaam tirmidi wareeyey oo anas bin malik uu nebiga ka wariyay calayhi salatu wasalaam uu leeyahay rasuulku sal allahu alayhi wasalam kullukum khataa'uuna wa khayru lkhataa'iina attawaabuun, dhammaantiin waxaad tihiin gaf badanayaal. bini aadam kulligan waa gafaya, qof aan gafayn ma jiro, laakiin qofna gafkiibu faraa kula jira, qofna mar walba toobad keeniyo, hadduu qalad ka dhaco qofkii uu toobad keeniya. marka waxaa idinku khayr badan buu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam kuwiina toobada badan. xadiiska tirmidi iyo dii ala koreya ibni maaja iyo nasaa'i iyo axmed ibni xambal ayaa wariyay. imaam muslim isna wuxuu warinayaa sanadkiisii can nabiy sal allahu alayhi wasalam qaala, inuu yidhi waladii nafsii biyadih low lam tudnibuu ladahaba allahu bikum walaa jaaa biqowmin yudnibuun fayastakfiruuna allah fayakfiru lah. ilaahay baan ku dhaartee, ilaahay nafteeda gacanta ugu jirtaan ku dhaartee, haddaydaan dambaabayn dad yahow, ilaahay intuu idinka idin dhammeeyo ayuu dad kale oo dambaabo keeni lahaa, oo intay dambaabaan markaa toobad keenay. abu hurayra xadiis kale oo isna u wariyey nebiga ka wariyay calayhi salatu wasalaam isna saxiixa wuxuu leeyahay ina nabiya sal alay slam qaala ina allaha kataba cala bni aadama xadahu min azina, yaa qof kasta oo bini aadama qayb zina ka mida ayaa ilaahay u qoray. adraka dalika laa maxaala, qofka ilaa qof kastoo zinaysanayn ma jiro, qof kasta zinada waa ku dhacaya. fa zina alcaynayni nadar, labada indhood zinadoodu waa eegmada. ninka uu gabadh halkaa marayso sii jeedkeeda ama soo jeedkeeda uu eegayo waa nooc min azina. wa zina allisaani annutqu, carabka zinadiisuna waa hadalka uu ku hadlayo qofku ee uu mataqaanaa shahwadu ay la socoto. wanafsu tamannaa wa tashtahi, naftu marka iyadana waxay way jeclaanaysa. waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibu, alxadiis mutafaqun calayh bukhaari muslim. riwaayo kale waxay leedahay muslim kutiba cala bni aadama nasiibahu min azina, qofka bini aadamka waxaa loo qoray qayb ka mida zinada. mudrikun dalika laa maxaala, ilaa qofkaasu arrintaa waa ku dhacaya. falcaynaani zinaahuma annadar, labada indhood zinadoodu waxa weeyaan waa eegmada, yaa labada indhood zinadoodu waa nadar. waaludunaani zinaahuma assamca, alistimaac waa dhegeysi, dhegeysiga qofka uu dhegeysanayo wax uu qof dumara oo codkeedii uu macaansanayo ajnabi ka ah ama uu mataqaana heeskeedii dhegeysanayo kaga niiqniiqda dhegeysanayo waa nooc min azina waa yahay. walyadu zinaaha albats waallisaan lizinaahu lkalaam, carabkana waxa weeyaan hadalkaziniis waa hadalka. walyad zinaaha albats, gacantana waxa weeyaan waa taabashada, salaanta qofka dumara ee ajnabiga aad taabanaysa ama salaamayso. waarijlu zinaaha alkhuda, lugtana zinadeedu waxa weeyaan waa lugta ay macnaha socodka meesha u socoto waa yahay. waalqalbu yahwaa wayatamannaa, qalbigana wixii uu jeclaanaya. wayusadiqu dalika alfarj aw kadibu, carabkii markaa wixii carab ku dhawaaqay iyo wixii dhegtu dhegaysatay iyo wixii indhuhu ay eegeen iyo dhow gacmuhu taabteen iyo wixii lugta wixii oo dhan iyo wixii qalbigu jeclaaday, farjigii ama xubintii taranka ayaa arrintii rumaynaysa oo ku ridaysa qofkii ama ka joojinaysa. marka halkaa waxaa la rabaa mataqaanaa qofkii waxaa hadduu faraha la galo inuu toobad soo celiyo oo ilaahay abuurtay khaaliqiisa us u keeno. walihaada halkaa maxaa kaaga muuqda waxyaalahan maanta aad iyo aad inoogu faafay ee ama idaacadaha laga dhagaysanayo ama tiifiyada laga daawanayo ama mataqaanaa adyaala ku qabsayda mataqaanaa muxuu ahaa baraha bulshada laga daawanayo, heesaha gabdhahan ajnabiga qaaqaawan ee jirkoodii la daawanayo, gacmaha lagu salaamayo, haddii ala kuran yahay dhegeysiga codkoodii macaanaa la macaansan oo dhegeysanayo, waxyaalaha noocaasoo dhan waxyaalaha khatarta wey. iyadoon xusuusannahay waxyaalaha imika ay aad dhallinyaradii ama dadkii waaweynaaba ay xalaashadeen waxaa ka mid a salaanta gacanta laysku salaamayo iyo muyuusikada la macaansanayo, heeska ama muyuusikada xataa haddaan heesba ku jirin, xataa haddii muyuusikada nebi ammaan la socoto ama ilaah ammaan ay la socoto waa xaaraan. markuu nebigan lahaa sal allahu alayhi wasalam sayaatii aqwaaman min ummati yastaxiluuna alxira waalkhamra waalmacaasim, waxaa iman doona ummaddayda qaar ka mid a oo xalaashada zinada iyo khamriga
iyo xariirta iyo muusikada. Muusikada marka waxa qofka markuu hees dhageysanayo ama muusikada markuu qofku dhageysanayo macaansanayo waxay la mid tahay asagoo zinaysanayo ama asagoo khamr cabaya ayay la mid tahay. Arrinta in qofka muslimka uu iska tiiriyo oo ka dadaalo ayaa loo baahan. Xadiis baan wadnaaye Imaam Tirmidhi sanad saxiix wuxuu ku wariyay inuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam ittaqi Allaha haythu ma kunt واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الهي كبغى ميسه تكتب حمانتي كادعدنا ونا كدبغي ددكنا دقن في عن فلخ وحكى البخاري وريه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر واتوب اليه في اليوم اني لا استغفر الله واتوب اليه في يوم اكثر من 70 مره اله وان كدارتي مالنتي وحن إلهي دم بداف ويدسا أطوبت كينا ما لنتي ولبا كنت ضباطا قور كبدا في وغاية كلام مسلم وحي الله هاي نمحوها والنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة داد يهو إلهي دم بداف ويدسا أطوبت كينا ما حي إلى أنك ما لنتي إلهي بغل قوربا ويدسا دم بداف أطوبت كينا البخاري ومسلم وحي وريان عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على راحلته سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلا اله بان كدارته متغنى الهي توبه مدكين او توبه كان او كغ فرح بدن يحي مد اذن كميدا او اسقو عدل مريا نيف جيله وتد او سهيدي او سارنت يغوشي يوح والبا انتو كلمي دبنا مركي دمي هلي سود افرحي حديث كالو اسلاح روايات كالو كم اذا مسلم وري يقول حولي هاي نبو عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة عبده إلى هاي وكفرح بني هاي توبة أو مدكين توبة كين أيو يا حين يتوب إليه من أحدكم مد إذنك إذا كم اذا كان على راحلته بأرض فلات لا أبو نيف جيلا أو سهيدي أسار ريد بو كوت فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ويكلم تي مركز عنتدي يا شرابك يا عبيتانك عنتدي جوجش وسارين فأيس منها وكقصي فأتى شجرة فضجع في ظلها أنت جيد هوسي مو هوس فريست جيدك سكتشي فصلي وقد يأس من راحلتي أسر كقصي راحلة ديس فبينما هو كذلك سو سكتشي فلا مدودة إذ هو بها قائمة عنده وحركي نفكي جيلها ما هشي أو أرى ريد أو هشينك يوحو البصار رأينا قوشي يعبتاك يعبي عندما دوشي ستاقن فأخذ بخطامها قوانك وقبتي فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاء من شدة الفرح وفي رسالة هذا نكاس انتو هشي سميل علا بهقوية أسوى مريا وحو البصار رأينا لمية كلمتي مركو ميلو بكدوني اسكتشي بسجيد هوستي اسكو اسكتشي فانا كلا قاد نفكي جيلو هدوشي ستاغن اركي انتو كبو دي هوغانكي ايو الاله او ادون كي باتاي انا غون الاله هاغبان سو قال ما هذا كاس الاله او مقبنين مخا يالي نين كاس و خو هادلي بس سيدي نين والان هذا نين والان كو هادلو كلي اي معناه وخا لغا ودا فرحه او نين كاس فرحي اي او كو فرحي غاديدكيسي او هلي ee waxa uu saarayeen faraxa ilaahay ku farxaya adoomadiisa markay u toobad keenan ayaa ka weyn hadiis kale oo mataana asagana muslim wariyay oo abu musal ash'ari laga wariyay radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri abu musal ash'ari nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inna allaha ta'ala yabsudu yadahu bil layl li yatuba musii'un nahar wa yabsudu yadahu bin nahar li yatuba musii'un layl hatta tadlu'a ash-shamsu min maghribiha ilaahi subhanahu wa ta'ala وحو مطغن محوها قعنتي سوفيديا كما حاكو بحي إلهي قعنتي سوفيديا إلهي إنو قعن لي هذا وداد بلغي بينو كداد إلهي قعن مرة إلهي قعن بولي بل لبا قعن مود بولي مركا إلهي سبحانه وتعالى قعنتي سأيو فيديا وحو فيدينا يا مطغن هبين والبا si uu dadkii maalinta toobad dambaabay ay toobad keenay haddana maalintii bugaanta fidinaya si dadkii habeenka dambaabay ay toobad keenan oo wadaya hatta tatlu ash-shamsu maghrib keenime min maghribiha ila ay qoraxdu ka soo baxdo xagga iyo qoraxdu ay meeshii ka dhacdo markay qoraxdu inaga hortimaado waagu markuu bariyo galbeed ka soo baxdo dunidii waa xaalkii waa xun yahay toobada ma la aqbalayaa ma jiro
كذلك إمام الترمذي بسند حسن وحكو ورنيا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقوري نبي عليه الصلاة والسلام إنه يري إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقر إلى هي توبة أدونك هو أقبل أنت أنا أدونك دون يرين دون يرين أنت وحالي مركي نفت الكادو أنت الكادو سوتك يقو قد هيو مركي الله أقبل ما يتو وتن هاي آيدي هرق صوشي عمران بن حسين سوكلا وحا أسنا لقوري هويني وحيد أن امرأة من جهينة يبدو هذا قيست أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة كبر رير متغنى جهينة قبيل كيدي بقى الشيخ مركا قبر يبقى نبقى أتمي وحيتي رسول الله أوربان لي هاي وزنا متغنى أوركا كوخاضي حتى كيقوك يا حقيقة بقى متغى رسولك بل يرور رقو بل محاها اسكود يبل الشبهات وحماش إن سوق غلان إلا أيتي لما السيداد ما عسوا على العلسارة بتاعنا أنا العلسو يقول أوك حاكتك حارا وأكو تلقى لبيتها رينتا وقو بردير رسولك وحقية لي مركب فدعا نبي الله صلى الله عليه وليها كبدا دتكي مسؤولك كأهب وقوية فقال يوحي أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها مركب اسكدا يوناتشي يقول علي مركب مشوئيك أوكي أنا مركب iyada oo matqaana ilmihi yara nugay oo kaadu soo celiyo wuxuu barta ilmaha yar naaska ka soo guri markuu ilmihi naaska soo xabad khubus iyadoo saa ilmihi yara uu soo cunayay oo kaantay markaas uu nabiga ah lagu ogaa xadka mariyaheeda la xiray god baa loo qoday dhagax baa lagu waday dhagax hadda waqtiga haadir ka miya loo galay maleysa waxa la leeyahay asan arintaas uu matqaan xuquuqul insaanka ka soo horjeeda sooma dawlad ku dhacaysa hadda ma jirto miya arkaas dawlad ku dhacaysa ولا إما كل دعك كرتا أدون كم مشرت ولا سعود حتى هاد إد كل عيسى مشرت إن متغنى قف كزاني قع وزان المحسن كا ومتغنى هير لها حرانت أبرير قرصن أما لجو مرخات فري من أنت إن لجو أوجو متغنى حد كعين كاس إد كورن لكن المهم كودي حد بلو أوجي لجح بلو دري نبي قا كتكر عمر بن الخطاب وحيد تصلي عليها وقد زنت وما كتك أنا سر رسوله ويدو زنيستي رسولك وحول الله قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وحي توبتك أنت توبت تدبات قفر المدينة هذه اللوقة بيكف الله لها يا وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ما وحكا ونكسن بعد هلسة إن النفتي ذي وأن إلهي أسوق متغنى محوها إلهي أي أسوق قول إلهي بالسيس النفتي ذي توبت أي واحد توبت كأن أنا عد توبت كأني كتاب الشيء إمام شيخاني بخاري يا مسلم حديث كوري مسلم أوري أنا كتب حي بخاري يا مسلم أبي هريرة واحد حديث كوري لقوري رسولك صلى الله عليه وسلم معها وحيره يضحك الله كان دقيسته يضحك الله سبحانه وتعالى إلى الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة إلى هي وحقوق الصلاة وقص الفرح ولبا لبنن ومدكود مدك كلا او دلي والله بدي باي جنة قلين مد بو كان هذا على كورن ياهي كان دلي كي كان هذا نهل اوال دلي لا بدي باي جنة دي باي قلين يقاتل هذا في سبيل الله نكر في سبيل الله مكود ديري فيقتل مركز على اساقو مسلم الله دلي قال كي دلي اما اساقو الدنباء من كي كلا الدنباء بدو دلي ولو قال بيو اهانيني ثم يتوب الله على القاتل قاتل كيبا إلى هيك طب الغباء يادو فيسلم ها وقلبها فيسلم هو مسلمية فيستشهد مركز شهيد نخونية سجينا في الدين تلا سو قدك علم يا سند لا بدي لك أيضا مسألة كلا حق الصفات كلا حق صوب حدو إلهي وقصلة لكن قص الكوكين وكلام معها وسيدو يهاي إنه كقرن من قص الأينا قرنين أيو إلهي قصلة إلهي هو عروضة على حبك إتهينا كرنين إلهي رالب النقضة هنا كرنين إلهي وحبو شعلا ذا إلهي وحبو كراهيستا إلهي وحبو مقلا إلهي وحبو يعني وحوية وحصورا وصفاتك إلهي إني نرمينا وواجب لكن سي بارباري من لكن سيدي إنو كلمة وحان إذا كسو قابين يا مركة شروط قبول التوبة شروط أي الله ذا هاي توبة أقبل كيدو توبة شرط دي بقى الكلام اللي كنا نقوله شو الشيء
توبada marka ugu horeysa lama aqbalo ilaa todobada shardiye soo socda in laga helamay. Ka hore waxa weeyaan ikhlaas oo qofka toobad keenaya ma aha inuu dan gaara ka leeyahay, waa inuu ilaahay dartii toobad ula jeedo. Maxaa yeelay toobadu waa cibaado, cibaadaduna haddaan ilaahay loola jeedin lama aqbalo. Innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imriin maa nawa. Acmaashu waa niyada, qof kastana mataqaana wuxuu niyooday buu leeyahaa. Xadiiska mutafaqan calayh cumar ibn khataab xadiiskiis wey. Aayaad kaiira oo qur-aan ku jirta mad wal marka cibaada la soo sheega mukhlisiina lahu ddiin baa lagu soo khatimaya macnaha alcibaada. Marka maadaama cibaada noqotay, qofku asagoo omiyo mataqaanaa markuu toobad keenayo waa inuu rinkan istustus iyo baarlamaanka hadhow ha lagu soo doorto iyo shaqa ha lagu siiyo dadweynaha muslimka ha ku jeclaadeen. Kulli hada maaha, waa ilaahay dartii qofki inuu toobadi ka ahaado waayahay. Waxaa ka mid a toobada shuruudeeda aliqlaac min addamb, qofku dembigii uu faraa kula jiray inuu faraa kala baxo, isagoo dembigii qofku sii wada oo xaaraantii cunaya oo adeela ku oran yahay, guri xaaraana ku jira oo dhar xaaraana xidhan oo zinadii wada oo khamrigii cabaya, toobad laga aqbali maayo. Nin baan u ima waxaan ku yidhi asagoo qayilaya warqaadkii iyo sigaarku waa xaaraan, ma iska diis labada wallahi waa xaaraan. Astaghfirullah, insha allah, ilaahay insha allah, ilaahuna saamix, sigaarkana wuu muusanaya, qaadkana wuu cunaya, ilaahuna saamix. Waxaan sida ilaahay kugu saamixi maayo jooji, horta baal afka inta kugu jirta tuf, ilaahay dartii u tuf dartay, dabeedna mataqaanaa toobadii dhabta ahayd la imo, waxaan jooji. Marka qofka waa inuu mataqaanaa haddii aa la koran wixii au ka toobad keenayay au joojiyo waayahay. Waxaa ka mid ah annadaama calaa ficli macsiya, qofku ficilkan xumun uu sameeyey inuu ka murugoodo. Wakii nebigu lahaa innama atawbatu annadaama, qofku wax toobada dhabtaa waata murugada wata. Marka la aqbali maayo toobad aan murugo wadan oo qofkii macsidii faraa kula jira. Waxaa ka mid a shuruudu tawba alcazmu calaa cadami alcawda ila addambi maratan ukhra, qofku inuu go-aan ku gaadho inuuna dembigan mar kale ku noqon. Qaala tacaala, ilaahay wuxuu ihi waa innii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila camalan saalixan uma tada, ilaahay wuxuu ihi waxaan u dembi dhaafayaa qofkii toobad keenay ee ilaahay rumeeyey ee camal saalixa la yimi, dabeedna ku sii socday hanuunkii iyo wanaaggii. Marka waxaa laga fahmay qofku mataqaanaa inuu an yastamira fi lcamali saalix, camalkaas saalixa ee bacda tawba la yimi inuu sii wado ona jooji. Waxaa ka mid ah shuruudu tawba xuquuq raddu xuquuq innaas ilaa asxaabiha, dadka xuquuqdooda loo celiyo. Xuquuqdaas waxay noqon kartaa xuquuq maaliya iyo xuquuq cirdiya, labada way noqon kartaa. Qofkii haddii aad xoolo ka dhacday ama ka hadday ama adeal ka khiyaamaysay, sida masalan ama riba ka qaaday, mataqaan riba ka qaadatay ama laalusha qaadatay ama xoog kaga qaadatay ama ka khiyaamaysay ama boobtay, inaad wixiisu celiso. Inta lagaaga leeyahay gambo, kii oo ku saamaxa xoolaha allaha ma toobada ka aqbali maayo. Masaladaa bal iska hubay dado, dad badan ayaa arrintaa faraa kula jira. Laalush baa intaa la bixinayaa, haddii ala ku run yahay, haddii ala la qaadanaya baan ka wadaa, haddii ala ku waxbaa la xadaya, waxbaa la khiyaamaynaya, miisaanka la nuqsaaminaya, alaab aan saxiix aan asli ahayn baa asli dadka looga iibinaya. Samad garani, dadka la boobaya mataqaanaa muxuu ah, waa xuquuq. Qof baa xaqdarre lagu dilaya, qof baa la dhaawacaya, qof baa nabar lagu dhufanaya, sida kale qof baa la caaya, waa la xamanaya, tuug baa lagu sheegaya, beenaa lagu sheegaya, khaa'in baa lagu sheegaya. Qofkii markaa aad dembiga ka gashay xaqiisii u celi, xuquuq maaliya hadday tahay celi, xuquuq kale oo mataqaana haddii ala ku oran yahay badaniya ama haddii ala ku oran yahay cirdiyana, qofkii u tago waxaad tidhaahda iga gooso xaqii adigu lahayd. Waan ku caayay, zaani baan kugu sheegay, haddii ala ku oran yahay xaqii intii aan lahayd igu dhufo, intaasoo intii ay mataqaana muxuu ahaa 80 dhangadood kaalay igu dhufo, waxaad iga gooso. Samad garan, iga gooso dembiga mataqaana xadka adigu lahay, ama isaamax, waan ku caayay, waan ku xantay, waxaay waxaasaan kugu sheegay walaalow, iska kay saamax. Ilaa bacdi culamaa waxay idhaahdeen hadduu ka baqayo markuu qofka u sheego inuu xantay ama uu caayay inay dagaalamaan oo meesha dagaal ka dhaco, waxay iska aamuso hau duceeyo asagii asna ilaahay ahaw toobad keeno, meeshuu ka caayayna ha ka ammaana bay culamada qaaryaan. Kaasuna waa kaas. Waxaa ka mid a
شروط التوبة إصلاح ما أفسده قفك وحي أو خربي آيادنا واتين كسير تابني إنه هجاتي كالذي علم الناس عقائد فاسدة سيدي قفكي ضدك عقيدوي حنحن بري تبنو توبتك فعليه أن يخبر الناس أنه ترك هذه العقائد الفاسدة ضدك وين أشجع عقائد كي فاسد كائن وكتك يو ويخبرهم العقيدة الصحيحة التي انتقل إليها عقيدة عصبة أو عقيدة ونكسنة صحيحة أقولي إنه الشيء كما فعل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى شيخ الأولنج أبو الحسن الأشعري إلى هيره لك أنه إله متخون حريسته مركو توبت كيني أو متغن عقيدة ما أنت عقيدة الأشعرية لو يقانو فافنشري أو كتوبت كيني ها وحو متغن من بركو فولي وحو أشياء دادكي إنو كان نغضي عقيدة دي أو فافيني إنتاسو متغانا دي على كورنية إنتاسا إلهي أواجفت إنتاسا كمستحيلة إنتاسا جائز وحي أو شيك شيك جري دي وحي آن شرعي وافع سنين أيو أشياء متغانا وحليها إلهي وحليها وحي صفادي أو إسوسوغي أما النبي قيسو عليه الصلاة والسلام أسوغي وإنين أدين أي اسم أو إلهي السبحي أم رسول كان كما قال أسوغي إلهي كما قعابي وين الدين اسمادي يا صفات كي اينو نبي كما قال اما قرانك كا ارغني او الهي ليهي انغو ان اولينن او تحريفين او تبديلين ان سيده تهي وين او قادنا وممنوع ان البدل فهمتين سمع وقت هذا صير تابنين قضيه دي ضحك يا غضبك يا سمع يا بصرك يا كلامك يا يدينك هي متغن الهي انو نغ سريو وحا سو دن الهي با شيكتي نبي غنوا شيكي إنا يسديته أدي إنه أين بدل ما إنا نبدله هذا على كوريه إنا على ساس سالولة شيء ده ساس ما ساس سالولة شيء ده ما ولذلك كتابه ألف الإبانة عن أصول الديانة ليا معناه عدينا يو أصل كدين توحي يهي مركها سيدي النبي محمد آيات كأفسر آيات كصفات سيدي النبي محمد أفسر شري عليه الصلاة والسلام سيد أبو بكر الصديق يا عمر يا عثمان يا علي يا من تغنى المعملاسي بن عمر يا عبادي الذي يا غير كودي أي أود فسير كرين أيولي أمدي سيد أي تابعين تو فسيرين سيد التابع تابعين تو فرين سيد أبو حنيفة فسيري سيد مالك فسيري سيد شافعي فسيري سيد أحمد فسيري وهكذا أئمة الدين تسيد أي فسيرين صفاتك إلهي إن لو دايو وأنفرغ لك وحلم ذا إن قفكم ما تمركز سانس وشج إن قفكم أو بره أدي على كوريا عادوين يلقى محن حن أو عروض على يرضى بره سيد الزيند وبري هيسو بري رقص كأيو بري قاد كيا سيجار كو بري ما لنتو توبت كي أنا وحال ربا إنه ضد كي أو حمان تا بري ها محوك لا بري تهريب كو بري كسوق تهريب كنا وحكم يدي هدم بيد ووين اللي قاله أو اللي قول نار تلقو قاليه نينك أنتو تهريب قاله بد كل أنت وا أهل النار إلهي وحبكم ما ينسك سامح لكن قاعدة عام ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بالله ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة بإله الله وحولي النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة في الآخرة قفك نفتي سيوح كدلة شيء كدلة مركز بد ما تكدلة بد أسوم بالوغرد يا كرول النار هذا متغانا كل ما تبدا هذا متغانا تهريب كسر مرك كاس واحد لم يدأ سجنا ككليل ما تغنتوا إسكسوا حرسون كسخر حينية ولا قالن لين يا مر قال يوم سواح كسب هاللهية كل دنفتي سدلا سجنا وأهل النار آخر عذاب كنار في جهنم أم بأخر بالله وخر حينية ما تغنا سو كتير سون أنت لو حرب ما تغنا وخر حينية مرك سيدا درتيد إذا نقفكم مرك توبت كينيو وحي أو خربي وإنه إصلاحيو واتن آيات سو آخرينني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وعن في ليائنا ما قال هذا كوري جمع خشين إن سودان يبرع أبو دبي نويمي ونويمي وحي الكريستان بان هاوان مسلمين 40,000 مسلم بان قال كده قبول إما كان واحد توبه كم إذا 40,000 إن مسلم كسوله توبه دي واحد معنا عائد أصاد مودين غبص ومتغنى الذين أصلحوا وبينوا وحي غريبين بيها قاتيين عين كاسك إن واحد كم إذا حليه وحي معنا فسق قفكي وحبره ذات كبره أورن هي معنا موضع عاصك لما تغنى سوقي إن
waayahay waxa kamid ah baabka u dambeeya oo ah haddii la ku run yahay tawbada shuruudeeda an takuna tawbatu fi zamani qabuliha tawbadu shuruudeeda waxa kamid ah waqtiga la aqbalayay inay tahay oo waa goorma inta kale waa la aqbalaa laba goor un baa la aqbalin mid waxa weeyaan markay qoftu nafta ka baxayso ayada waa soo qaadan inama tawbatu cala allahi aladiina yacmaluuna asuua bijahaala uma yatuubuna min qariib fa ulaa'ika yatuubu allahu calayhim wa kaana allahu caliiman xakiima walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa ida xadara axadahum lmowt qaala inii tubtu alaana wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar qofka marka naftu haysa iyo tawbad keenaya ama waan muslimaya waa tawbadii mataqaan laga aqbali maayo qofka markaa haddii kol waqtigaa ku dhinto haba yaraata laga aqbali maayo xaalat alqarqara marka qofka ku dhintana waa tawbadii fircoon waatan soo sheegay kow aayaddaas marka taasay caddaynaysa walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala innii tubtu alaan waladiina yamuutuna hum kufaar waa kii xadiiskii ahaa isaguna ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yugharqir tawbadda ilaahay wuu aqbalaa intaan qofku auna dhuun yeelin arrinta labaad marka labaadan tawbada la aqbalin waxa weeyaan markay qoraxdu galbeed ka soo baxdo waa tii mataqaanaa aayaddii aan xadiiska akhriyayna ina allaha yabsudu yadahu billeyl liyatuuba musiu nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musiu lleyl xataa tatluca ashamsu min maqriba ilaahay tawbada addoonkiisa wuu aqbalayaa yaa inta ayna qoraxdu galbeed ka soo bax markay galbeed ka soo baxdo la aqbali maayo sidaa darteed ayuha alikhwa waan dedejinayaa hadalka u maaragtay muxuu aha aadan baa dhinaca iga taagnaa marka sidaa darteed waxaan leenahay ilaahiina abuurtay khaaliqiis khaaliqiin ahaa aynu u toobad keenno masaa'ilkan aad iyo aad ugu sii celcelinaya waxaa ka mida walaalayaal arrintaa kitmaanulcilmiga ah oo qofku mataqaanaa amaha laga yeelo amaha laga diide inuu markaa munkar markaad aragto inaad man ra'aa minkum munkara falyugayirhu biyadi fain lam yastatiic fa bilisaani fain lam yastatiic fa biqalbi yaa waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayri wa yaamuruuna bilmacruuf wa yanhuuna cani lmunkar saasa ilaahin leyn marka qofkii xumaan arkaa gacantiisa ku suuli hadduu karayo hadduuna karayni carabkiisa hadduu kari waayo qalbiga ka karayso waxa weeyaan qofkii asagoo kari karaya inuu qofkii la hadlo gacanta iska bedel ayaa au ka xishoonayaa inuu yidhaahdo walaalo waxaan iska dhahay abadan waa arrimaha dhibaatooyinka maanta ina haysta dhallinyaradu arrintaa ka feejigoon iyagoo xikmad isticmaalaya dadka waxa loo sheego oo cilmiga ha la faafiyo oo dhallinyaradu ha dadaaleen oo cilmi ha barteen darsigaan habeen dambe lahaan lahaa waxaan filayaa inaanan samayn karaynin mawduuca wuxuu ahaa dawru shabaab yacni muxuu ahaa naxwa almujtamac runtii waa mawduuc aada muhiima buu ahaa laakiin waxaan ka baqayaa anigii oo berita mooyaane saadaba subaxdii baan kala hayaa marka ma garanayo inaa soo gaari karaya alag muhim dee dadkan yaraya hor fadhiyan awa niyad jabiyeen oo mataqaana anigu dad badan baan filaya u bartay marka khayr bay noqon doontaaye calaa kulli xaal intan ilaahay nagu anfaco dhallinyaradu kulley waxyaalaan u sheegi jira waxaa ugu badan inay cilmigana bartaan haddii ala ku ronya dadkoodana ay u sheegaan xaqoodiinta faafiyaan markii anagoon xamar joogno dhallinyarada ahayn odaynaguma odayba naguma jirin annagu dhallinyaro un baan isdhex yaaci jirin o dacwada fidi jir ma garatay wax cirala naguma jiri jirinba soo ma garan maantana maaratay waxaa waday inaa arrintii ku noqotaanu odayada intaa iska daysaan haddii alaku odaygu iska naf jecel yahay aad dacwadii faafisaan idinkoo tadarufkana iska ilaalinaya wabillahi towfiiq wasala allahu ala nabiyina muxamed.